أتمنى أن أشترك في مهرجان قرطاج. هالسنة كان في كثير ناس شاركوا بقرطاج وكنت رايحة على قرطاج. كنت رايحة أي بس ما كان في ترتيب ولا كان في تنظيم. إلين يعني تتخيل هو مهرجان ولايف ومهرجان مثل مهرجان قرطاج. يعني وهذا أنا كاتبة يعني أتمنى إني أنا أغني في قرطاج. لازم يكون مرتب. يعني أنا ما أعرف أسوي أي شيء بحياتي إلا يكون مرتب، لو هو شيء بسيط، لو هو شيء أنا بسويه بروحي بالبيت ما له علاقة حتى بحياتي الفنية، لازم يكون مرتب منسق. فما بالك بتروح مهرجان إلين قبل المهرجان بثلاثة أيام وإحنا اللي نكلمهم ونبي نعرف وين التذاكر وين الفيز وين شنو صار وين الفرقة وين، فما صار. يعني اعتذرت، أنا خسرانة إني أنا خسرانة الجمهور التونسي اللي أنا أعشقه وأتمنى أن يعني ألتقي معاه لايف. إنما يعني كان لازم أسوي كذي. نوال برأيك أنت أحق من غيرك أنه توقفي على قرطاج وتغني؟ أنا إيه في كثير، إيه في كثير، لا ما له داعي. ويسعى، برافو. آخر منشط، آخر عنوان في كلام الناس، نوال شو تتوقعين؟ ما ادري، خوفتني. لا بس ماك شي خوف. انا قلبي خالي. كسرت خاطر نفسي الحين. ابتسامتك بتقول انه لا، بتسمي انت ولا بسمي انا؟ شو تسمي؟ شنو يعني تسمي؟ ما فهمت. شلون تسمي؟ شو فهمتي؟ والله ما فهمت. انه شو يعني انا قلبي خالي، بعدين قلت لي بتسمي انت ولا بسمي انا؟ شنو تسمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد بسم الله الرحمن الرحيم، على شنو؟ بسمي الاسم ولا بتسمي الاسم؟ اسم شو؟ شنو فيه؟ اسم اللي محتل القلب، في حدا محتل القلب؟ لا. تبصمي؟ ابصم بصماتكم ولا ابصم انه ما في احد؟ تبصمي انت وضميرك بهالفقرة انه لا؟ ايه اتركني انا وضميري، اوكي. وقدام المشاهدين؟ وقدام شادي. ما انا راح ابصم خلاص. تخجلي تقولي مغرومة نوال؟ لا ما اخجل. لا ما اخجل بالعكس. ما اخجل، بس انا قلت لك ان هذا الشيء كثير خاص، لو كان فيه ما راح اعلنه. اها مش راح تعلن؟ لا لو كان فيه ما راح اعلن. تتنبأي لحالك بزواج قريب؟ ما اقدر اتنبأ بهذا الشيء، نصيب ما اقدر. اخر سؤال نوال الكويتيه، عندك 15 ثانيه لتفكري وتجمعي افكارك وتجاوبيني على هذا السؤال. تفضل. هل نوال الكويتيه مع كل هالنجاحات تفكر في سنه قادمه، قد تكون اي سنه، بالاعتزال؟ لاي سبب؟ كيف؟ متى؟ واين؟ ممكن أجاوب على طول. أنا ما أفكر بالاعتزال، يمكن أفكر يعني إذا صار عندي بيت وأولاد وأحس إني أنا ما قاعد أعطيهم حقهم الكامل 100%، إي أعتزل. أعتزل أكيد. ولا أي سبب آخر؟ ما في سبب ثاني. لا يقال بانه اغنيه تبغى الصدق سجلتيها وكانت اروع ما يكون بالاداء بعد صدمه عاطفيه. صح. صح بس لا تسال اكثر من كذي.
أنا بحترم بأنه هيدا الموضوع خاص جدا، نحن اللي بيهمنا فيكي صوتك حبيبي، زورتك، ألبوماتك، وإن شاء الله كل سنة مش كل سنتين ألبوم لنوال الكويتية. رفعت الجلسة، لوكاس مساء الخير. فت قبل ما أقول لك ها مرة. كنا غير عن اللي أنا أشوفه كل يوم ولا تروالي؟ هي زيتها. لا؟ كل إيدي أحطها؟ بارد. على الأسية. بس؟ طلعت نص ايد. بدك تعديها؟ لا اوكي. والله مو مبينه انها ايد. مو مبينه. بدك تعيدي؟ ابدا ما مبينه. بدك تعديها؟ في كيفك؟ شلون اعيدها؟ وهذه شلون؟ ترجع تتبع عليها محل ايدك اللي زيتها. خليني اعطيكي واحدة جديدة. بدي ايدي كاملة. ايه شوف شو ليش صارت كذي ما ادري. شد منيح نوال. شد 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 ايوه. فرق كبير. هم نفس الشيء صبح مقطوع. شكرا. ما في هيدا ايه لاني حطيت مرتين صارت الفوطه كلها. هيدا استثناء بالبرنامج. ايه لضيفه استثناء. شكرا حبيبي تسلم. الامضاء والتاريخ. احنا 9 شكرا لك. تفضلي. بعدك بتتمرني بالبيت على صوتك نوال ولا بيجي وقت بتصير تقول انه خلص ما انا بعرف صوتي و... لا لازم نتمرن على طول بس فعلا صار لي وقت طويل كسلانه بس بين وقت وقت لازم اتمرن. بتعرفي كان عندي هيك سؤال يمكن راح عني عن عبد الكريم عبد القادر. ايه لانه بتقولي هو ابونا ابونا وفعلا وسندنا يعني سندنا احنا الفنانين كثير كان واقف معي الوقت اللي انا كنت تعبانه نفسيا واقفه ما اغني كثير 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 كلامه مريح. هو حكيم كثير حكيم. والراحل طلال مداح كنت التقيته للاسف ولا أبداً؟ لا ابدا ابدا ولا مره للاسف. وابو بكر سالم. ابو بكر سالم طبعا التقيت فيه كثير هذا بعد ابونا يعني. واصيل واستاذنا اصيل حبيبي اصيل كثير كثير التقيت فيه. تفضلي.